الحضور الكريم، الآن اكتمل عقد أعضاء الجروب وها هم أمامكم مستعدون لتكريم الأساتذة الأجلاء، هذا الجيل الذهبي الذي بذل كل مرتخص وغال لتعليم هذه الأجيال، والتي كان من ضمنهم أعضاء هذا الجروب الجميل وصاحب الإنجاز. إذن أول المكرمين في هذه الليلة وعلى هذه الساحة إنه الأستاذ المربي الكبير والمتميز أستاذنا الجليل عمر سليم، فليتفضل. أغاني للعوية يا يما أخويا ذو الحوبة يا يما أغاني للعوية يا يما أخويا ذو الحوبة يا يما اليوم أبوي الما يا يما أخوي عش البيتات يا يما يا يما سيد العرفات أشهد يا أستاذ في سد الدين يا يما يوم ما سوى الشيب وأبشر بهذا الإنجاز الذي أنت أحد أسبابه، وأبشر بهذه الخطوة، وأبشر بهذه الليلة الرائعة التي تشهد عليها المنطقة من أولها إلى آخرها. أنت تستحق أكثر من هذا التكريم، ولكن هو الاعتراف بالحق، ولكن هو جهة المقل، ولكن هو قدر الاستطاعة أستاذي كل لحظة وحيد العزيز عمر سليم يا كريم يا يما كل لحظة وحيد معلمين الدين الذهبي يا يما والصبر بالوالدين ومعلمين في السودان. شكرا لك أستاذنا عمر سليم، وأنت تستحق أن تكرم كل يوم وكل ليلة. وثاني المكرمين في هذه الليلة الأستاذ حسن علي عبد الله، فليتفضل. الأستاذ حسن علي عبد الله فليتفضل. فلتبشر ايضا الاستاذ حسن علي عبد الله، ابشر وابشر بالخير. الله، ما اغلى هذه الدموع وما انبل هذه اللحظات واصدقها. هكذا تكون اللحظات صادقة، وفي مثل هذه المواقف تحضر كل الذكريات وتذوق كل السنين وتتضح الرؤية واضحة وتقشعر هذه الأبدان من عظمة هذه اللحظة التي يرى فيها أستاذنا عمر أو أستاذنا حسن علي عبد الله بغير العين التي نرى بها، والتي يحس فيها بقلبه غير الإحساس الذي نحسه نحن، والذي يدرك فيه بعقله غير الإدراك الذي ندركه نحن في عالمه الخاص وفي أفقه الخاص وفي كونه الخاص
إنها الأحباب يملكها هو، فليحتضن من شاء وليعبر كيفما يشاء. أستاذنا حسن على عبد الله، أنت تستاهل كل خير، أنت تستاهل كل خير. وسلم رأسك أستاذنا حسن علي عبد الله، أنت أهل لهذا التكريم أستاذنا حسن علي عبد الله. ربنا إن شاء الله يتقبل منك ويجعله في ميزان حسناتك. إذن ثالث المكرمين في هذه الليلة من الجيل الذهبي من المعلمين الأفاضل أستاذنا عبد العظيم محمد الحسن، فليتفضل الأستاذ عبد العظيم فارس الأحجار. شدوا لك الصوت مهرك الجمة، تذكروها جيدا. عبد العظيم محمد الحسن وهذا الاعتراف وتقدير لما انجزت، وان تزيا لك كل ايات الشكر الجزيل، وما اقلها قامه عنك استاذنا عبد العظيم احمد الحسن. هؤلاء البنات والابناء يعرفون جيدا ما قدمتم لهم، ويعلمون تمام العلم لا غلط فيه والبث الطيب، ويدركون حتى الادراك مدى افادته واستفادته من علمك الغزير. اعمال المفاده للعيون امامك أشجار مثمرة وأزهار متفتحة، إنها اللحظات التي يتمناها كل زارع وكل غارس وكل معلم. هنيئا لك وأنت ترى أن جهدك لن ولم يضيع سدى، وهذه اللحظات تذكر وتوثق كل السنين الطويلة التي سلفت، والتي يظن البعض أنها ضاعت هدرا، لكن لا لا أستاذنا عبد العظيم محمد الحسن، ها هي أمانيك كلها محققة أمامك. شكرا لك أستاذنا عبد العظيم محمد الحسن، شكرا لك، شكرا جزيلا. وأما الرابع ورابع المكرمين في هذه الليلة هو كذلك مرب فاضل وأستاذ جليل، كذلك يبدأ اسمه بحرف العين كأنه توالي مقصود أو غير مقصود، فمن يكون غير الأستاذ المرب الفاضل عثمان عيسى، الأستاذ عثمان عيسى. يا الله
الأستاذ عثمان عيسى تفضل وتعال إلى أغاني الهوية وطلابك النجماء هذه ظهورك الفرح وهذه اللحظات وهذا التعبير الذي في الوجوه أعجز عن التعبير عنه بلساني وأعجز بعيني ولكني أبذل الكلمات غزلا لعلي أجد عبارة صالحة تعبر عن حقيقة ما يجيش تجاه ما قدسه أستاذنا عثمان عيسى. أحاول أن أترجم بعض الأحاسيس نيابة عن كل هذه الصعوبة التي أضحيت بها ولكني لا أجيب الترجمة وها هو الفشل يصاحبني إذ أن هذه اللحظات أكثر من أن تترجم هذه اللحظات لحظات خالدة ولحظات قد تم تنسيقها وحفرها في الذاكرة وفي الوجدان وكل هذا الحضور شاهدا عليها أستاذ عثمان نقول لك كتر خيرك وربنا يتقبل منك إن شاء الله وهذه أم الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق سبحان الله الربط بين المدرسة وبين الأم الأم مدرسة والمدرسة أم وكلها لا أدري ماذا أقول ولكنها الأستاذة المربية الجنة تحت أقدامها زي ما قلت أنت يا ربنا اديها الصحة والعافية أستاذتنا القديرة والكبيرة والمربية الجليلة والأم الرؤوم الأستاذة مريم عبد الرحيم البشير الله جابك لنا الهمة والأخاك إن شاء الله إرمى تفضلي أيتها القلب الحنان الأواك إن شاء الله إرمى تفضلي يا ذرة الزمان أيتها المخلصة يا صلي ما في ثاني يا من سهل أسنوها بيا أسنو عاد به التسهير وارسم حبسة وحدة من العين المعاني الإنسانية النبيلة قد أعطيتيها لهم دون مني ولا أذى وها هم تأملي في وجوههم وتحسسي مشاعرهم
تعذبي مون عذاب تقيد الكهر حزين وعاد ويتسر ورسمحة وسمحة تقولين سنوها بيها سنعاد في هذه اللحظات أرى غيامي كمل أمال إرساس دي مصورة أيوة الناس وعربي تسير قلبه في هذه اللحظات إبرق لون ذكي الناس وعربي يلي قاعدين وعربي تسير مرسل عصر وحتى من العين هذه المشاهدها الإحساس ودي البجولة عايب الناس وعاد ويتسر أرايقام يكمل الإحساس ودي البجولة عايب الناس وعاد ويتسر إبرق لون زي الناس ويتسر يلي قاعدين وعاد ويتسر أكبر من كل هذه الحروف أنت معنا كبير كتر خيرك ربنا يديك الصحة والعافية ويخليك لي وليداتك وربنا يعظم أجرك إن شاء الله أمنا الحنون والرؤوم والمربية الفاضلة مريم عبد الرحيم البشير كتر خيرك وجزاك الله كل خير إذن جعلناه في الختام لأنه هو صاحب الدار ولأنه هو الذي يضيفنا في هذه الليلة وهو الذي يشرف على كل صغيرة وكبيرة ولأنه هو حامل اللواء الأستاذ المربي الفاضل الجليل ومدير هذه المدرسة أستاذنا أزهر عبد الرحيم البشير فضة فضل وتتجه خطواتك إلى المسرح والكثير وأنت فخور وبالطريقة التي تشاء حتى تصل إذا هذه الساحة يقولون لك أبشر ولكن أنت تصمهم أبشر أنت فأنا ذا بينكم لازم تعطي وأعطي فهم حولك فلست طلعة ويسرى أنت تذكر العرف الذي سار منك أستاذ أزهري وذهبي هراسي تحيي مدى التعب الذي أبعده وتوصل المعلومة كنت حسب المجاهدة التي جهدتها من أجل أن يكون هذا الصرح عبلاق هل رأيت مثل هذا في يوم من الأيام ترى كم هو عدد الأبناء أستاذ أزهري وترى كم هم عدد البنات أستاذنا أزهري كل هذه الفرحة والغيرة من البنات والأبناء كتر خيرك وربنا إن شاء الله يعينك ويقدرك على تحمل مسؤوليتك بارك الله وخاتلتنا خاتي القول محمد صلاح خيري ولد الصافي ومسغول ولدي ليش
قلابي وتوب يا بلدي يا حبو ابو قلابي وتوب وسروال ومرقوب سروال ومرقوب وجبة وسبيلي وسيف وسبيلي يا سمح يبدو أن هذا التكريم مستمر، والذين قدموا لهذا الجيل ولهذه المدرسة هم كثر. نقدم في هذه اللحظات تكريم للأستاذ الجليل الفاضل السير إبراهيم، أستاذنا الجليل الفاضل السير إبراهيم، وكذلك الأستاذ المربي الفاضلة وزوجه الكريم الأستاذة أمال محمد إبراهيم. الأستاذ السير إبراهيم والأستاذة أمال محمد إبراهيم، فهذان جهدان قد تزوجا خلال هذه المسيرة مع بعض، وليكونا عونا لبعض في هذا الطريق الطويل ولإيصال هذه الرسالة السامية لهذه الأجيال. أنت تستحق التكريم أستاذ السر، وكذلك الأستاذ الفاضلة أماني محمد إبراهيم على ما قدمتم لهذه الأجيال من علم وفكر وتطوير لقدرات وتأهيل، وكذلك تذكير المواهب التي ظهرت لكثير ممن تلقوا العلم على يديكم وأياديكم الطاهرة. نحن نشكر لكم ما قدمتم، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتقبل ذلك منكم في ميزان حسناتكم إن شاء الله. الأستاذ السير إبراهيم والأستاذ أماني إبراهيم، أنتما شمعتان في هذه أمال محمد إبراهيم. عفوا الأستاذة أمال محمد إبراهيم والأستاذة السير إبراهيم، هذه اللحظة هي من الفر لكما، فعبر كما شئت أستاذة السير إبراهيم، وعبر كما شئت أستاذتنا أمال إبراهيم. هذه اللحظة
استاذ العجب تماما عطوفين هذه اللحظات وعن قياس هذه المشاعر المتأججة فرحا وفخرا واعتزازا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء إن شاء الله على هذا وأن يتقبل منكم. والآن وفي اللحظات القادمة نقدم كذلك الأستاذة سعاد خضر عبد الله. الأستاذة سعاد خضر عبد الله نكرمها وهي غائبة عنا في هذه اللحظات، نسأل لها الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا هي مكرمة وإن كانت غائبة جسدا فهي حاضرة روحا ومعنى. من الأبناء والبنات وكل واحد على هذا المسرح وكل واحد على هذا المسرح هي سعاد خضر عبد الله. سبحان الله الشكر كل الشكر لك أستاذة سعاد خضر عبد الله على ما قدمتي. وفي اللحظات القادمة أيضا وإحدى الثمرات التي عمل لها الراحل المؤسس الأب عبد الرحيم البشير وهو تعليم البنات، هذه أيضا معلمة فاضلة وأستاذة ومربية قديرة الأستاذ علوية محمد الحسن. الأستاذ علوية محمد الحسن تقدمي إلى المسرح فأنت مكرمة. الأستاذ علوية محمد الحسن المرفوع دوام راسه راقي وراقي إحساسه. أشكر بالخير الأستاذ علوية محمد الحسن. ريحة الصندل أنفاسه حرق الغمة بيت أمورا حقر كل الفخر أن يتعلم الإنسان من عين حسود دبرة ظلم نشبه القمرة. وخيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى ذلك قس فذلك العلم، فمن يتعلم ويعلم فله الأجر وهو من الخيار. وهذا الخير هو أمامنا الآن متجسداً
في هذا الجيل المتعلم والمثقف والراقي من الأبناء والبنات. شكرا جدا القادمة من التكريم، وأن تستمعوا لما يقال. هذه اللحظات لحظات خاصة جدا لإنسان خاص جدا في مكان خاص جدا في زمان خاص جدا. هل سمعتم قبل هذا أناس يكرمون نحلة؟ لا، لم تسمعوا، ولكن في هذه الليلة وعلى هذا المسرح نكرم النحلة. هل عرفتموها؟ نحلة هذه البلدة وشعلتها والدينم المحرك، كل هذا وكل هذا وما شئتم من ألقاب لا تفي ولا توصيف ما يقدمه هذا الشاب. هذا ليس معلم، هو صغير في السن، ولكنه كما قال الشاعر: إذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجساد. تقدم قليلا أيها النحلة، تقدم قليلا أيضا إلى الأمام، أفسحوا له الطريق. هل عرفتموه؟ هل عرفتموه؟ الدولة كريكي صوت مغرك الجنبا إرغام الرجال الفارس اليحيا شدونا كريكي صوت مغرك الجنبا إرغام الرجال الفارس اليحيا السم اللقوع الكل بدل الأداء السم اللقوع الكل بدل الأداء وكم ساحة كبيرة ما بيكت نسلا كم ساحة كبيرة لا بيكت نسلا صار المفادة للعيون كتا الوال ما بهم وين كتير ورا وين كتير ورا إرغام الرجال الفارس اليحيا شدوا ليك ركبون مهرك اليمع كل نحيا أشرف من مصاب يا مولا كنتم ساحة كبيرة ما بكت نسلا أعمار المفادة للعيون كتا المال ما بهمك إن كتير وراء يتكتر وراء أنت تستحق هذا وأكثر. ابننا وحبيبنا محمد عوض، ربنا يتقبل منك إن شاء الله. ومحال مثل الحريمات تاني يلدوا لشيل الشيلة وقت الناس يشردوا. شكرا محمد عوض، إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية ويجعلك ذخرا لهذا البلد ولهذه الوجوه طيبة. لا نريد أن نشكرك محمد عوض، هذا الكأس
هو تعبير حقيقي. أي كأس هذا؟ كل هذه المشاعر المتفجرة، ما يحدث الآن على خشبة المسرح هو أكبر من كل معنى وأكبر من أن يقال عنه شيئاً. هي الدعوة فقط محمد عوض، أن يتقبل الله منك وأن يجعلك ذخراً لهذه البلدة، فأنت فخر هذه البلدة وأحد شبابها النشطاء. ربنا يديك الصحة والعافية أحمد عمر. والآن نكرم شخصية بارزة في هذه البلاد، شخصية هي من التواضع بمكان، بحيث أن تجدها تزرع الفرحة والإيناس والمداعبة أينما حلت وأينما نزلت، متجردة عن الألقاب، مبتعدة عن الرتب، نافرة عن المناصب، برغم ما وصل إليه بجهده ومثابرته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى، إلا أنه ظل على الأرض مع أهله وأحبابه، لم يتنكر ولم يستنكف عن أن يكون متواصلا معهم وفي خدمتهم دائما. الاستشاري الكبير والدكتور أخصائي الكلى والمسالك البولية الدكتور عمر حموري. عمر حموري تفضل، فأنت مكرم اليوم على ساحة هذه المدرسة وعلى هذا المسرح الذي يحمل اسم مسرح عوض عبد التام، الذي قد كرم ابنه قبل قليل. هذه البلدة كما أسلفت هي غريبة حقيقة، في سمت أهلها وفيما يتصفون به من صفات في إطار التعامل اليومي والسلوك الإنساني الجميل والقويم، هم مختلفون تماما عمن حولهم. هذه حقيقة، من لا يقرأها فهو لا يجيد القراءة. هذه بلدة متواضعة وأهلها على جم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك دكتور عمر حموري، وشكرا جزيلا. إذن كذلك يمتد التكريم إذن يمتد التكريم لشخص هو أوفر سهما في إنجاز هذا العمل وأكثر رفضا بالمال، مما كان له بالغ الأثر في أن يبلغ هذا العمل منتهاه. إنه شاب جميل
ممتلئ الجسم قليلا وجيها ومربوعا وندي، له ابتسامة وضحكة مجلجلة ولكنه طيب القلب. هو كما قال الشاعر: يا دمشق كلنا في الهم شرق. إذن هو كان في الهم شرق، ومن الشرق أراد أن يذهب الهم بمساهماته الفاعلة. الشاب الجميل ابن المنطقة وداعة جمال الدين. أغان إلى العوية يا يما أبو يدور الحومة يا يما، أغان إلى العوية يا يما أبو يدور الحومة يا يما، اليوم أبو يلمى يا يما أخوي عش البيتات يا يما، يا يما سيد العباد يا يما، أرباب بسد الدين يا يما في يوم ما سوى الشيط أيضا. في هذه اللحظات نكرم الأستاذ الجليل والمربي الفاضل هاشم إبراهيم فرتوكا. الأستاذ هاشم إبراهيم فرتوكا هو مكرم في هذه اللحظات على خشبة المسرح. وكذلك يكرم في هذه اللحظات السيد الأستاذ عبد المنعم سعيد بسمطة. وكذلك في هذه اللحظات يكرم الأستاذ خالد أحمد الكندي، فليتقدم إلى المسرح لتكريمه. نكرم كذلك في اللحظات القادمة الأستاذ الفاضل هاشم خضر عبد الماجد. الأستاذ هاشم خضر عبد الماجد تفضل إلى المسرح. ونكرم كذلك في هذا اليوم يوم التكريم وفي لحظات التكريم هذه الأستاذة الفاضلة علوية محمد أحمد. أستاذتنا الفاضلة علوية محمد أحمد أنت مكرمة. فها هو التكريم الست، ولا نزال مع العنصر النسائي والمعلمات الفضليات. الآن يحين دور الأستاذة آسيا علي الشيخ. الأستاذة آسيا علي الشيخ تفضلي إلى المسرح فأنت مكرمة. ونواصل كذلك في هذا التكريم وهذه اللحظات الخالدة والمكرم الأستاذ الجليل هاشم الخليفة. الأستاذ الجليل هاشم الخليفة أنت مكرم اليوم من هذه القلوب. لابد أن نكرم كما كررنا من قبل العديد من الأساتذة. الآن يحين دور الأستاذ عبد الرحيم الحاج عبد الرحيم جدي. عبد الرحيم محمد عبد الرحيم جدي هو أستاذ يستحق التكريم في هذه اللحظات. ونراه
إلى أخواتنا المعلمات الفقيات، فممن يستحقن التكريم الأستاذة المربية الفاضلة ثريا أحمد إبراهيم، ثريا أحمد إبراهيم علمت أنها في بورسعيد ولكنها أيضا هي مكرمة حتى وإن كانت غايبة. الأستاذة ثريا أحمد إبراهيم لك الشكر. مكرم أحد القيادات التعليمية التي بذلت وتميزت بحسن الإدارة الأستاذ المدير أحمد المدي إدريس. أستاذنا أحمد المدي إدريس أنت مكرم في هذه اللحظات من هؤلاء الشباب والشابات الذين تلقوا العلم على يديك، ويمتد التكريم في هذه الليلة ونحن نكرم العدد من الأساتذة الأجلاء والمعلمات والطبيات، ونكرم الآن الأستاذ أحمد طه. الأستاذ أحمد طه أنت مكرم بين أبنائك وبناتك، إذا نواصل في تقديم الشهادات التكريمية عرفانا بفضل من قدموا لهذه الأجيال إلى الأستاذة الجليلة مريم حاج موسى شهادة شكر وعرفان. الأستاذة مريم حاج موسى تفضلي إلى المسرح فأنت مكرمة. وها هي فهمها ونصيبها في ترقية هذا المجتمع وتنميته. الأستاذة أميرة محمود أحمد عبد الله. الأستاذة أميرة محمد أحمد عبد الله قد ساهمت بالجهد والعرق والسهر لتعليم هذه الأجيال، فأنت إذن تستحقين التكريم. كرمنا الأحياء فإن كذلك لا نغمط الراحلين عنا والغائبين عنا حقهم في العطاء. في هذه اللحظات القادمة نكرم الدكتور والمساعد الطبي الراحل الوداعة فضل الله، المرحوم الراحل وداع فضل الله، قدم لهذه البلد ما قدم من خدمات. نسأل الله يتغمده بواسع رحمته. تكريم رموز وكوادر الأبناء من حق الطبي والصحي
تاليا نقدم التكريم للدكتور الصيدلي احمد عبد الرحمن المدرع. الدكتور احمد عبد الرحمن المدرع انت رمز من الرموز وانت فخر لنا في المجال الصحي، وانت تقدم العلاج والدواء لابناء هذه المنطقه. لك الشكر، فانت مكرم اليوم من اعضاء هذا الفراغ ومن ابناء هذه المنطقه. وكذلك في كل مناحي الحياة وفي مختلف المجالات هي محل تقدير ومحل تكريم لدى أهل هذه البلدة، وكذلك أعضاء البرابر قائمين على هذا التكريم. إذا نكرم في اللحظات التالية رجل الأعمال كمال حسن علي، سيد كمال حسن علي. دعمل سفية وأعطى عطاء لا يخفى، الفقر عطاء غير مخطوط، وكانت ظهور أسهلا واضحة في دعم هذه المسيرة. نسأل الله أن يتقبل منه هذا العمل خالصا بوجه كريم إن شاء الله. أنتم ساحة كبيرة ما في كتل سلاح، أنتم ساحة كبيرة ما في كتل سلاح، صار المفازة للعيون كالساحة، الوان ما بهمك هو يكتر وراح، هو يكتر وراح. أما الشكر ارغام الرجال الفارس اليحيى، شد ذكرك يكون مهرك اليمع، ارغام الرجال الفارس اليحيى، سد اللقوم الكل بدل ارتاح، حيث ساحة كبيرة ما في كتل سلاح، عصار المفازة للعيون كالتاح، المال كان تكريم اخوتي، ولكن ايضا هنالك شكر خاص للاستاذ فتحي ابراهيم الشيخ واليزيد علي ابراهيم لتقربهما المشاق وحضورهما الخاص من بلاد الغربه لحضور هذا البرنامج. نقول انتم مشكورين جدا جدا على هذا الاهتمام، مع انكم مساهمين ومن اعضاء الجروب. شكرا لكم، ونسال الله ان يتقبل هذا العمل في الصالح. وكذلك الشكر الجديد والخاص والخاص جدا والخاص خاص الخاص الخاص جدا للوليد أحمد إبراهيم.
هاي مراسيك مشاهدي قناة درمان الفضائية أينما كنا أصدقاء برنامج حمس النهر إلى النخلة وهذه الحلقة التي هي فوق العادة لعلكم استمتعتم بهذه الفقرات الشيقة والجميلة مع الفنانين حافظ طه وعمر النافعاب وأستاذنا الكبير مضقن النجار وهذه الفقرات الشعرية وهذه الفقرات الكلامية في حق المحتفى به من هنا من داخل مدرسة الركابية وهذا اليوبيل الذهبي لعلكم استمتعتم معنا وإلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى من برنامجكم من حمس النهر النخلة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.